في أغنية اليومين دول مكسرة الدنيا، تركب العربية وتفتح الراديو هتلاقيك بتسمعها، أي إذاعة عمالة تشغلها، تفتح الإنترنت تلاقيها موجودة، بنتكلم ملايين 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 المرات من الاستماع. أول مرة تسمع الأغنية ما تبقاش متأكد هو المغني بيتخانق مع مين بالظبط، بيتخانق مع واحد صاحبه ولا واحدة بيحبها، لحد ما توصل لنص الأغنية كده تبتدي تفهم الموضوع. الأغنية وبالرغم إن هي أغنية فيها خناقة وتوبيخ شديد جدا، إلا إن هي دخلت كل القلوب. ما تفهمش بقى دست على وتر عند ناس كتيرة، ولا لأنه صوت اللي بيغنيها حلو والكلمات مختلفة واللحن كمان قريب من الناس، حققت نجاح كبير جدا. قالك ونشانك سهم خايب، يا ملطشة القلوب يا جلاب المصايب. الأغنية دي أكتر أغنية منتشرة بشكل كاسح جدا في مصر، واسمها الحرك يعني ملطشة القلوب. خلينا نكون مع الأغنية الأكثر استماعا واللي فيها كده ملامح مختلفة عن كتير من الأغاني اللي احنا بنسمعها، مع مصطفى شوقي. الميكروفون اهو يا مصطفى. شكرا جدا. قبل ما مصطفى يغني الاغنيه، اولا الف مبروك على النجاح المرعب. الله يبارك فيك. وبعدين الاغنيه دي عامله لي لغز، ما تفهمش، الناس كلها قلوبها متلطشه يمين وشمال، فمتعاطفين معاك جدا ومع الاغنيه، صغيرين وكبار. خلينا نسمع الاغنيه الاكثر استماعا دلوقتي في مصر، مع انها ما نزلتش غير من اسابيع بس، ملطشه القلوب. ملطشه القلوب. مكانتش قامت لك قومة. يلا بينا. لسه لك عين تدوم، ما انتش عايز تتوب. لسه لك عين تدوم، ما انتش عايز تتوب. ده البر ماهوش امان، والعشق مالوش ضمان. نراها على حد طوب، وانشانك سهم خايب، يا ملطشة القلوب يا جلاب المصايب. خلى الناس تعايب، يا ملطشة القلوب يا جلاب المصايب. ايه
رجعت تاني في عهدك ليه؟ هي الملوك كيف تقال مش كنا قلنا مفيش من كذا خدنا الغرام ونصبنا العزا رجعت تاني في عهدك ليه؟ القلوب كيف اتأذى ده الكتب أبو العيون يا مهر وحبله سايب يا ملطشة القلوب يا جلاب المصايب. يلا بينا سالك عين تدور ما انتش عايز تتوب ايه سالك عين تدور ما انتش عايز تتوب ده البر ماهوش امان والعشق مالوش ضمان ضرها على حد بطول وانشانك سهم خايف ملطشة القلوب يا جلاب المصايب. مصطفى شوقي مصطفى شوقي شكرا جزيلا شكرا جزيلا مبروك يا مصطفى. عمري ما كان يجي في دماغي موسيقى وناس لها ملطشة القلوب يعني هي اللي تبقى مين ستريم او الناس كلها بتسمعها. فلا احكي لي عن الاغنيه دي ملطشة القلوب. اه والله هي زي ما حضرتك اتخطفتي والناس اتخطفت انا كمان اتخطفت اول ما سمعت الاغنيه واستاذ نصر اتخطف اول ما سمع الاغنيه. الحاله اللي حصلت للناس ان هي تسمع اغنيه مره واثنين وتلاتة وأربعة بعد كده أغنية تنتشر زي الفيروس فتلاقي نفسك بتسمعيها 20 مرة في اليوم من غير ما تاخدي بالك. إدمان. ده حصل معايا وأنا بسمع الأغنية. أنا سمعت أغنية مرة أول مرة أسمعها عند أستاذ نصر بعد كده قلت له أعيدها تاني سمعتها تاني أعيدها تالت أعيدها رابع أعيدها خامس لحد ما تستوعب الحالة كلها فتبتدي تحبيها فتبتدي تسمعها بقى 20 30 40 مرة في اليوم. فيروس. كلمات صابر كمال. كلمات صابر كمال المبدع الحان بلال سرور بلال سرور المبدع توزيع رامي سمير المبدع هندسه صوتيه استاذ هاني محروس المبدع كله مبدع انتاج استاذ نصر محروس العظيم المبدع لازم نوحد الالقاب. طيب لا قول لي الكلام كده لوحدها كده الكلام من غير لحن يا مصطفى. على فين العزم ان شاء الله وايه اللي قطع لك نومه ده لولاش الستر من الله ما كانتش قامت لك قومه لسالك عين تدوب ما انتش عارف تتوب ده البر ماهوش امان والعشق مالوش ضمان ده رهان على حتف طوب ورهانك سهمه ونشانك سهمه خايب ونشانك سهمه خايب يا ملطشة القلوب يا جلاب المصايب. انا عشان متعود اقولها في الغنى كتير فاول مره اقولها اصلا من غير مزيكا يعني. هي الكلمات مختلفه اللحن حطها بقى في اطار اغنيه بلال الجميل ده بلال سرور الجميل مع انتشار الاغنيه بدا السؤال هو مين مصطفى شوقي اللي هو من انت يعني ايوه عارف من انت, من أنت. عارف عارف السؤال العميق ده مصطفى شوقي فنان بقاله كتير في الوسط الفني درس في كليه الزراعه جامعه القاهره في قسم الاقتصاد الزراعي وكان بيعمل انشطه كويسه في الكليه وبيعمل حفلات وانضم لفريق نادي حورس في ذلك الوقت يعني وتعلم غنى في فريق الكورال مع استاذ عادل واصف. كان ليا تجارب يعني انت مهندس زراعي مفترض يعني مفترض. طيب انت منين اصلا يا مصطفى عشان اختلفت الاقوال ناس تقول ده من بلد عربي شقيق أيوة. وناس تقول لا ده من بلد مصري شقيق أيوة. يعني مش عارفين. انا مواليد الكويت 18 سنه عايش في الكويت مصري طبعا. عيلتي من منفلوط محافظه اسيوط بحكم شغل والدي ووالدتي في الكويت. والدي كان مدرس لغه عربيه ومعاه دكتوراه في الادب الشعبي مثلا وكان شغال موجه لغه عربيه هناك. والدتي كانت موجهه رياضيات بيت تربوي جدا
قعدنا في الكويت، انا قعدت في الكويت 18 سنه. يعني بس مصري من مواليد الكويت. مصري يعني مصري، ما فيش حاجه يعني. انا بقول لك بقى من البدايه، بس اقول لك ايه، ده من المغرب العربي؟ لا، ده من ناحيه الشام. ليبي شويه. ايوه. سيناوي شويه. ايوه صحيح، سيناوي دي اتقالت. ما هو ده شبه القذافي كمان بشعره. تمام ماشي يعني. طب انتوا عيلتكم فيها لكنه صعيدي في الكلام؟ عمي وخلاني في الصعيد في منطلوط السل، وانا بنزل من وقت للتاني اصوت. لا يعني قصدي اللكنه الصعيدي جزء من 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 انا والدتي بتتكلم صعيدي جوه البيت اصلا. يعني انا امي قعدت 34 سنه في الغربه. ها. ودلوقتي يعني ستيل هي بتتكلم صعيدي جدا جدا. قبل ما اكمل، فليحيى الصعيد، دي اول حاجه مبدئيا. الحاجه الثانيه ده بيفسر، ده بيفسر انه الطهطه، القفقاف، يعني الحروف ماليه مركزها يعني. ايوه ايه ايوه. طيب هل يا مصطفى انت حلمك اتاخر شويه؟ طبعا اخذ وقت كتير، بس جه لما ربنا اراد. انا مش عايز اقول اتاخر، عايز اقول ان هو ربنا اجله في التوقيت اللي هو شايفه صح. يعني هي انت تريد وانا اريد والله يفعل ما يريد. هو القضيه كلها انا تمسكت بحاجه بحبها، ما همنيش خالص الوقت، ما همنيش خالص السن، ما همنيش خالص الظروف، وفضلت وراها لحد ما ربنا كرمني بيها ببساطه. يعني ما فيش حاجه تاني، يعني ما فيش اختراع حصل على فكره. هي القضيه كلها في فرص جت زمان ما كنتش موفق فيها، في فرص جت مؤخرا ربنا كرمني بيها والدنيا راحت في حته كويسه الحمد لله. ليك اغنيه نزلت من كام يوم، قد ايه جميله وقد ايه حنينه وقد ايه معانيها حلوه. وحشتوني. وحشتوني. هينفع تتغنى دلوقتي لاول مره كمان؟ اقول لك كواليسها الاول قبل ما اغنيها. اقول لك كواليسها. وحشتوني. الغنوه دي كان اسره استاذ نصر محروس سافروا، وانا مراتي سافرت في نفس الوقت، والتقينا في نفس اليوم اللي اسرته فيها سافرت يعني. وبعدين كان بيطمن عليهم تليفون، وصلته ولا لا وكذا، وقال لهم وحشتوني حبايبي، وحشتوني، وحشتوا معنايا، فضيتوا الدنيا عليا والله. فانا وداني طرطقت طبعا لما سمعت الكلمتين دول يعني، وكان الجيتار جنبنا. فخلص المكالمه، وبعدين قلت له حلو قوي الكلمتين اللي قلتهم دول يا كبير يعني. قال لي طب ما تيجي نلحنهم، تيجي نعملهم اغنيه. اللي هم وحشتوني، وحشتوا معنايا، وفضيتوا الدنيا عليا. علي. فكان الكلام الحقيقه على قد بساطته، كان خارج من القلب، واللحن كمان كان خارج من القلب قوي. التوزيع الموسيقي برضو رامي سمير عمل حاجه رايقه ولطيفه. وكانت وحشتوني اللي صورناها. خلينا نسمعها من مصطفى شوقي. رايقه. رايق. وحشتوني، وحشتوني، ووحشتم عينيا، وحشتوني، وحشتوني، وفضيتوا الدنيا عليا. وحشتوني ووحشتم عيني، وحشتوني، وحشتوني، وفضيتوا الدنيا علي. في بعدكم سنين لسه فاكر.
حاجة والله دومني الحنين. العربي بتاعك كويس، قلت لي والدك موجه لغه عربيه الى حد ما، وما والدتك كمان هنا. لا بس والدتي رياضيات، انا كرهت رياضيات اصلا. طيب يعني بس اراقك العربي كويس. العربي عشان بابا كان بيدرس لي كويس، ماما كانت بتشد على شويه الحاجات يعني، فكرهت هنا رياضيات وحبيت العربي. بص يا استاذ، هنا يجدر السؤال، اتفضلي حضرتك. هرجع تاني لملطشة القلوب. هل قلبك كان ملطشة؟ لا يعني ممكن. يعني انت بتضحك ولا بتعيط؟ انت بتضحك ولا بتعيط؟ يعني هو وما دام ملطشه القلوب وصلت الناس كده لقلوب الناس، معناها ان هي طالعه من قلب المطرب برضو يعني، فاكيد وصلت مباشره قلب سواك. طب مصطفى، انت لحنت الناس مش قليلين ابدا، واسماء مشهور، لحنت اغاني كتيره قبل ما اغنيتك كمطرب تضرب. لحنت لمين؟ احكي لي على موضوع التلحين ده. يعني انا شغلي مش كتير قوي يعني، بس انا لحنت نانسي عجرم مثلا، وحشاني يعني يا مصر موت، في قعده صبح على الكورنيش، في كوبايه شاي، لما ايه اغنيه مصر مثلا. طبعا. مين تاني لحنت له يا مصطفى؟ لحنت الاستاذ حميد الشاعري كتير خالص. وعملت انت اللي لحنت عبد الحميد اللي بيلحن اصلا يعني؟ لا، حميد ده الايقونه بتاعتي يعني في التلحين وفي كل حاجه يعني. ف الحمد لله كان ليا الشرف ان لحن الاستاذ حميد حاجات كتير قوي. انا اعتبر اكتر ملحن ملحن لحميد بالمناسبه. ولحنت احمد جمال مثلا، عملت له توقعنا على الله مؤخرا. دي اللي بتغنى في الافراح. دي اللي بتيجي في الافراح، وكان التارجت بتاعها على فكره انها تشتغل. ايوه، هو غناها هنا معانا، كانت حلوه قوي. قربها الحب.
طب وانت بقى كده بعد ما اغانيك انت الشخصيه ضربت يا مصطفى هتسيب التلحين ولا لا هتستمر في التلحين؟ لا خالص، انا التلحين حته مني ما اقدرش اسيبه، وحشتوني لحني يعني وحشتوني لحني فما اقدرش اسيب التلحين. التلحين متعه كبيره قوي ما حدش يفهمها او يعرفها غير اللي بيلحن بس، لان في الاخر الناس بيوصلها المنتج. بس انت ابتديت مطرب يعني، انت اساسا ابتديت تغني طبعاً. وبعد كده جه التلحين مش العكس. معظم الملحنين الموجودين في الوسط الفني كانوا عايزين يبقوا مطربين، او كان اصلا موجود في المجال ده عشان يبقى مطرب، لكن الظروف ما خدمتوش. انا مطرب معتمد في الاذاعه والتلفزيون من سنه 99 على فكره، يا خبر، من سنه 99 داخلين على 20 سنه وانا معتمد في الاذاعه والتلفزيون، لكن ما فيش حاجه كانت يعني قدمتك للناس بشكل كبير. يعني ما فيش حاجه بروفيشنال قدمت للناس. لما تقدمت بشكل احترافي حصل الحاله اللي احنا عشان ده، عشان كده انا معاكي النهارده، لان اتقدمت بشكل احترافي بس. انما انا بقالي يعني بدن في مالطا بقالي 20 سنه ما حدش واخد باله. دلوقتي احنا عندنا فرصه لطيفه جدا انه مصطفى شوقي معانا، وفي رصيد كبير جدا للشركه اللي انت ماضي معاها فري ميوزك لاغاني كتيره مهمه كلها انا حافظينها المطربين كتير جدا. فانت النهارده مصطفى عامل لنا ميدلي من اغاني كتيره لمين بقى؟ يعني مش كتيره، احنا عاملين فكره لطيفه كده يعني اول مره ان يبقى الكتالوج كتالوج فري ميوزك كله قدامي. استاذ نصر جاب لي الكتالوج كده وقال لي اختار. فلقيت قدامي بحر اغاني. فقدرنا نجمع حاجات يعني عندك حاجات كتيره بقى، عندك شيرين وعندك بهاء سلطان وعندك محمد وعندك وتامر حسني، دول انتاج مصري، وخالد عجاج ويعني في مجموعه كبيره جدا جدا تخض يعني كلهم نجوم كبار جدا. ومره واحده لقيت الكتالوج قدامي، يلا اختار. اختار يا مصطفى. اختار يا مصطفى. عملت ميدلي لو انت اللي تغني يا منى. ماشي تمام. نختار، اخترت شويه حاجات، اخترت اربع اغنيات. النجم الجميل بهاء سلطان والكينج محمد منير جزء بسيط ونجم كان في زمن جميل غنى غنوه اسمها دلوعه وغنوه اسمها اشمعنى، امين سامي. امين سامي عامل البومين مع فري ميوزك، وكانوا البومين ناجحين جدا في التسعينات يعني. فعملنا ميكس كده لطيف يعني، ميدلي كده لطيف. يلا اعمل لنا ميدلي فري ميوزك. وعايز حد يدلعه، الواد قلبه بيوجعه وعايز حد يدلعه، الواد بيقول الآه مش لاقي حد معاه، الواد بيقول الآه مش لاقي حد معاه، يا حبيبي يا ضيع ليا مش لاقي فيك حنية، خليك مع قلبي شوية اوعى البعد يضيعه. يا سلام الله الله، وعايز حد يدلعه دلوقة الواد وحيلة، وانا اهنا بيدي حيلة دلوقة الواد وحيلة، وانا اهنا بيدي حيلة شفايفه الحلوة دي وعيونه المستحيلة، وانا اهنا بيدي حيلة دلوقة الواد وحيلة، بشفايفه الحلوة دي وعيونه المستحيلة. عينيك حلوة هدية صافية مليانة حنين، حنين بيخطفني عينين طعمي تفي، هتاخد من فين لفين هتسرقني. عينين حلوين صافي مليانة حنين، حنين بيطفي عينين طعمي تفي، هتاخد من فين لفين هتسرقني.
ايش معنى انا قلبي يحبك ايش معنى انا قلبي مين لا نادتني ولا قلت بحبك منك بيع مواويل ايش معنى انا قلبي مين لا نادتني ولا قلت بحبك منك بيع والواد قلبه بيوجعه وعايز حد يدلعه الواد قلبه بيوجعه وعايز حد يدلعه الواد بيقول الاه مش لاقي حد معاه الواد بيقول الاه مش لاقي حد معاه يا حبيبي يا ضيع عيني مش لاقي فيك حنيه خليك مع قلبي شويه اوعى الباقي ضيعه الواد قلبه بيوجعه وعايز حد يدلعه الواد قلبه بيوجعه وعايز حد يدلعه كذا حاجه في بعض اه ابتديت بهاء سلطان وخلصت بهاء سلطان الواد قلبي بيوجعه لحن جميل محمد رحيم وكلام زي العسل مسموح وغنى عظيم من بهاء سلطان جميل جميل طيب بص بقى احنا هنلعب معاك لعبه جدا لعبه صوره في اغنيه الله يخليك بيكسبوها تشريف بص احنا هنحط لك صوره عشوائيه راندوم أوكي. صوره ولا انت ولا انا ولا اي صوره عاديه من اي حته على فكره هي الصوره ملهاش معنى تمام انما هو التحدي ان انت الصوره العشوائيه دي ممكن تحيلك باغنيه ايه وتغنيها فورا عيون ده كتير قوي حاجات ده كتير ده الاغاني كلها عيون رمش عيونها مثلا طبعا على رمش عيونها قابلني هوا طرع لي مني وقلبي سوا على رمش عيونها قابلني هوا طرع لي مني وقلبي سوا وانا يلي كنت طبيب الهوى والاهل العشق ببيع الدوا وانا يلي كنت طبيب الهوى والاهل العشق ببيع الدوا من نظرة لقيتني صارع الهوى من نظرة لقيتني صارع الهوى يا با يا بو ودي الصافي الجميل ودي الصافي الحلو سهلة بحر الهوى دنيته جنة لو حتى كان صعب وقاسي ونعيش في موج ونتمنى ما نلاقي في أي مراسي وياخدنا وياه ويغرب ويروح ويبعد ما يقرب الله عليه قلبه تشرب بمية الحب الساحر الحب بحر مالوش آخر وقلوبنا في رحاب وبواخر الحب بحر مالوش آخر وقلوبنا في رحاب وبواخر بتسعنا كلنا لو كنا بنلم بعض ونتاخر حلوة جدا حلوة جدا النجم علاء عبد الخالق الجميل للحن العظيم احمد منيب اعتقد كلام جمال استاذ جمال مصطفى اعتقد حلوة لا والسرعة انه يعني وحميد الشعيري طبعا برافو 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 مصطفى طب اللي بعده احنا نلعب معاك للصبح اللي بعده انا ابن سينا والصعيد والسواحل وابن المدينة والجنوب وابن ريف باب التاريخ دقيته من وسعه اتفتح لي
أهزم طغى واكسم مع أخوات الرغيف. أنا كل شبر في أرض مصر وكل حارة، أنا الهرم وسبع تلاف سنة من الحضارة، حجر أساس العلم بإيدي اتبنى، وسبقت بيه كل الوجود وبقيت منارة. ايه الاغنيه دي يا مصطفى؟ هقول لك شكرا لدينا. شكرا. هم حيين؟ دي اغنيه انا مصر، كلمات المبدع السكندري محمود عبد الله، لحني غنيتها، تشرفت بغناها مع استاذ حميد الشعري واستاذ علاء عبد الخالق، نزلت من فتره كبيره، من الاغاني المقربه جدا ليا واللي بحبها جدا جدا جدا. حلوه جداً. عجبتني الاغنيه جدا جدا. الله يخليك. اصحاب نعتبرهم اصحاب، اصحاب وقاعدين بيهيصوا مع بعض. فممكن نقول لهم مثلا، هقول لهم حاجه كنت عاملها الكابو بقى، لما تقابل واحد وحشك ما تسلمش وبس عليه، احضنه جامد مش هيكفي حضن ايديه، واما تدندن غنوة فاكرها غنيها والحد اخرها، اوعى سكوتك يخنق صوتك، واما تكون مع شلة اصحابك اتصور على قد ما تقدر، علشان لما ملامحك تكبر تلاقيهم وياك، واما تحب اعشق حبك حب الاخر نبض في قلبك، حب في بعد حبيبك عنك حبه كأنه معاك. يا عاقد الحاجبين على الجبين اللوجين، يا عاقد الحاجبين على الجبين اللوجين، إن كنت تقصد قتلي قتلتني مرتين، إن كنت تقصد قتلي قتلتني مرتين، قتلتني مرتين يا عاقد الحاجبين، تمر قفز غزال بين الرصيف وبيني، تمر قفز غزال بين الرصيف وبيني، وما نصبت شباكي ولا أذنت لعيني، وما نصبت شباكي ولا أذنت لعيني، ولا أذنت لعيني يا عاقد الحاجبين. أنا اتفاجئت. أنا اتفاجئت. كلمات الأخطل الصغير، الأخطر الصغير، والألحان الرحبانية طبعاً، وغناء فيروز. اسمح لي أشيد طبعاً بلغتك الفصحى تاني، يعني أنت قلت نظري قبل كده عربي كويس. طيب لا، وأنت عبد الكار كده أسمعنا. س
ساعات بضطر اسيب الناس، ساعات بضطر اسيب الناس عشان ما بقاش تقيل على حد، وبكره كلمة ازايك عشان بكدب في اول رد، ساعات بضطر اسيب الناس عشان ما بقاش تقيل على حد، وبكره كلمة ازايك عشان بكدب في اول رد، واقول عايش واقول عادي واحب اسكت كتير خالص، ومش بزعل على اللي يروح بجملة يعني وبناقص، ساعات بضطر اصدق ان مفيش رجالة بتعيط وان الدمع تضاعفني، وبضحك ضحكة كدابة ودمع فجأة ودموعي بتكسفني قصاد الناس وتكشفني، وبتبين حاجات عمال بخبيها، حاجات فكراني وعملت ان انا ناسيها، ساعات بضطر امثل ان انا مبسوط واسو فيها، وساعات بضطر اسيب الناس عشان ما بقاش تقيل على حد، وبكره كلمة ازايك عشان بكدب في اول رد. متشكر جدا. كلمات الشعر الجميل مينا مجدي، مينا مجدي، وتوزيع الموزع الجميل مايكل جمال، والحانك لحني طبعا. انت المود بتاعك عامل ازاي من بعد ما اغنيتك نزلت او مجموعه اغانيك نزلت للفري ميوزك؟ احيانا كنت بسال نفسي، هو نصر محروس مضى معايا ليه؟ يعني بقالنا 4 سنين وفي فرص يمكن ناس تانية كتيرة موجودة، وفي نجوم تتمنى تبقى في فري ميوزك. يعني كنت من وقت التاني بسأل نفسي ليه مصطفى شوقي، ليه مصطفى شوقي يعني؟ فعرفت إجابة السؤال من شهر بس. هو شايف النجاح في حال، هو شايف النجاح وقال لي كلمة. أستاذ نصر كنت قاعد معاه امبارح، قال لي كلمة الحقيقة يعني أثرت فيها جدا. يعني يعني قال لي أنا بشكر قلبي اللي صدقك اول ما سمعك. ده شعر هو ده. بقول له يا استاذ نصر يعني يعني انا اللي بشكر الظروف وبشكر ربنا انه بعتك ليا في توقيت يعني في توقيت عجيب، بشكرك جدا 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 وبحبك جدا جدا جدا. تحيه كبيره تحيه لاستاذ نصر محروسه. بالتاكيد بالتاكيد بالتاكيد. طيب طيب اضحك انت. الله يخليك اهو. ده مش اوردر، ده استهلاله للسؤال. استهلال. اتفضلي. اضحك انت اغنيه هيقدمها لنا المطرب الملحن المهندس الزراعي مصطفى شوقي.
حد يحبك حب انت، لو ما لقيتش حد بيضحك اضحك انت، لو ما لقيتش حد سامعك، لو ما لقيتش حبيبك جنبك ابدا انت روح له انت حبه انت، ابدا انت روح له انت حبه انت. ايام بتعدي بينا بتروح وبتيجي بينا، ايام بتعدي بينا بتروح وبتيجي بينا. اضحك يا عم ابسط يا عم، ده احنا اللي فينا مكفينا. لو ما لقيتش حد بيضحك اضحك انت، لو ما لقيتش حد سامعك، لو ما لقيتش حبيبك جنبك ابدا انت روح له انت حبه انت. ملناش غير حبنا، انا وانت لبعضنا يا حبيبي ملناش غير حبنا، ويعلم ربنا بغلاوتك عندنا الوقت اللي بتبعد عني بتعب فيه انا. يلي تعبك هو تعبي، يلي جرحك هو فر، يلي حالك زي حالي وده حالنا كلنا. لو ملقتش حد يحبك حب انت، لو ملقتش حد بيضحك اضحك انت، لو ملقتش حد سامعك، لو ملقتش حبيبك جنبك ابدا انت روح له انت حبه انت. لو ملقتش حد يحبك حب انت، لو ملقتش حد بيضحك اضحك انت، لو ما لقيتش حبيبك جنبك ابدا انت روح له انت حبه انت، ابدا انت روح له انت حبه انت. شكرا جميلا مصطفى شوقي. في كذا سبب مخليني مبسوطه جدا من دلوقتي. خلصنا ولا لا؟ والله خلينا قاعدين شوية. قول يا مصطفى. لسه لك عين تدوب؟ اه طبعا. ما انتش عايز تتوب؟ خالص خالص. ما هو قاعد يرقص طول الاغنية. ايوه. ده انشانك سهم خايب. يا ملطشت القلوب يا جلاب المصايب. يلا بقى يلا. I'm not afraid.
يا جلاب المصايب. شت القلوب يا جلاب المصايب. يلا تلكت بأبو العيون يا مهر وحبل سايب يا ملطشة القلوب يا جلاب المصايب. يلا مانتش عايز تتوب ايه لسه لك عين تدوب مانتش عايز تتوب ده البر ماهوش امان والعشق ماهوش طمان برهان على حد بطوب وان شانك سهم خايف يا ملطشة القلوب يا جلاب المصايب.